تعال بس اخبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنلعب ببلاب الجامع ضد البرق الحاقد. نجرب في هذا المقطع نلعب نزال رباعي بين البرق ضد ثلاثة قوارب. هذا النزال بين بلاب يتميز بنمط الانقسام. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. وقبل لا نبدا حاب نشوف بلابل في متجر سويت توج لبيع جميع مستلزمات هذه اللعبه الرهيبه، حيكون تحت في صندوق الوصف. وترى متجر يا جماعه يوصل لجميع دول العالم، وحاليا سندعم التوصيل لدوله قطر، وجميع طرق الدفع الالكترونيه عندنا متوفره. وزي ما ظهر قدامكم هذه بعض من بلابل الجديده الرهيبه اللي نزلت حاليا في المتجر، مثل حقائب بيبه البيرس اللي جايب اشكال مره كثير، ومجموعات البلابل اللي تجمع حلباج زي الاطلاق. ولا تنسوا انه حاليا في عروض عيد الاضحى، وهذه المناسبه نقدم لكم كود MON اللي يعطيكم شحن مجاني على العروض الخاصه. الحين باول جول والجوله الاولى وكاي الحلقه. شوف كيف بنفخ توازنه. تحطم الجارح. ثانية لازم الجامح ينتقم. يلا يا جامح حطه. اوكي فاز. اخرج حلبة 2-1. جامح هذا هو البرق الحاقد. البرق الان ما انقسم ولا مرة في النزالات. وخلونا نشوف الضربات القوية. شوف ضربات الجامح اللي بالدفاع ما هي مرة قوية، ولكنه قاعد يفوز بفرق الدفاع اكيد. هي حالية تعادل بنتيجة 2-2. يا مدري ايش صار، بس نحسبها البرق الحاقد. طلع البرق قبل شوي كان عندي 2. اوه جاب الحطم فوق القاعدة. اللي قبل شوي محسوبة لكن عشان كانت حماسية وكان فيها بيرستات كذا فخليناها. فوق القاعدة. القاعدة لما تفك يصير مرة حماس، بعكس الجامح لما حلقة تفك غير ما تعودنا عليها. في حالية 3-2 البرق الحاقد. هذا هو اللي بعده. اخيرا انفكت. لا قاعد تخرج يا جماعه. اوكي حاليا كل البلابل منقسمين. لا يا جماعه الحلقه انكسرت. شوفوا خليني اخلص المقطع اوريكم. او الانزال كسر زوم عبد القادر. كيف انا ما شايف؟ شوفوا هنا الانقسام. شوفوا هنا كيف في الشق. كيف الحديده هذه؟ هذه شوفوا الحديده. شوفوا يا جماعه هذه ما هي موجودة، بس يعني ان شاء الله انها ما حتأثر. ان شاء الله. انه جرح فخام ما عندنا، ما ادري اذا عندها في المتجر ولا لا للحين. يا جماعة هي الحديدة اللي انفكت، فيعني ندينا مثلا نحط غبا ولا صمغ ولا اي شيء ويزبط معانا ان شاء الله. اخر جولة جرح فخام وكل واحد. البلبل الثاني اللي حيواجه البرق الحاقد هو بلبل الجارح الرهاب، ولكن بحلقه الجارح مجدد الحلقه المكسوره يا جماعه. فاللي حنسويه انه حنستعين بالجارح الابيض من النسخه الخاصه اللي برضه الان يا جماعه موجود في المتجر. هو النسخه الخضراء، كل النسخ الخاصه موجودين في المتجر. شوف اللعبه حسبتها انكسرت. لو قاعده يا جماعه بس تفضل في الحلبه وما تخرج، هذا عيبها الوحيد انها تخرج خارج الحلبه. فهذه نجيب دي كانها قوية، حلبة مغلقة ولا شيء. حتى اللهيب ما قدر يذهب، هزمت اللهيب الحالة كذا قاعد تدور. هجمة اللهيب لما شفت المقطع روح شوفوه، كان زلات بالبق الحاقد وكل بلعبة تيرو. الثانية ايش صار؟ طب دورت انا في تأثير يا جماعة. شوفوا أثرت على الجامع. فلو تنقل الحلبة الصراحة تعرف تأثير قوي. ايه الان الجامح فاز جولتين، حنروح للاخر الجامح الحين. الجامح الثالث والاخير اللي حيواجه البرق الحاقد قبل ان نروح نزال ثلاثي هو الجامح المجدد بكامل القطع الاصليه طبعا. فكت الحلقه. اتوقع ان الحين فكت القاعده. لا ما فكت. يلا اخر جوله. فاز الجامح وحش. اوكي الان نلعب نزال حسم والله. اوكي بما انه تعادل يا جماعه، هو تعادل صح؟ يو. بما انه تعادل احنا نلعب اخر جوله، حتكون الثالثه والاخيره. اوه لا قهر يا جماعه حلقه القاعده بس تخرج. اوه ايش صار؟ هذا قهر حلقه. تقنيه الانقسام في الجي تي افضل من التيربو، لانه حط البرق حطم الجارح مرتين بعد ما انقسم. الحين جاء وقت النزال الرباعي. ففي البدايه يا جماعه احنا من جارح الرهاب اللي هو تقريبا الشخصيه الرئيسيه في هذا النزال حيلعب ضد البرق الحاقد، وبعد عطوا احنا من الجارحين معاهم في نزال رباعي. عرفتوا كيف؟ الجوله مره ما زبطت يا جماعه، فنلعب جوله ثانيه. يلا يا جماعه احنا من الجارحين.
مع انه كميه الضربات اللي جات له ولكن مع ذلك فاز. الحلقات كذا كانت عليه. ايش صار يا جماعه؟ ما حد يدري ايش صار بس شوف النزال. بس خلينا نشوف مين حيفوز. شوف نزال ثلاث صراحه ما ضبط مره. بعدها نزالت اللي كانت في بدايه المقطع كانت مره الله. يا جماعه الحين بنحاول نلم شجاع القافز ونشوف احنا نقدر نفك القاعده حقت بيب البرق الحاقد. عندنا رمينا ما بقوه البرق ما ضبط. جوله ثانيه تكون اخيره. يلا نفك يا اخي. شوفوا هنا خلينا نشوف النزال. الحين نحاول مع الجارح. هذه جاية حلبتها يسار يا شباب. اتحطم اتحطم والله يا الهي الملعب. اخيرا واحد مفكر اخيرا. بس ما ادري كيف صار يا جماعه. يا خسر قبل كل الجوائز. هذا كيف؟ انا كيف دخلنا؟ الحين حنلعب الجارح ضد البرق الحاقد ولكن بطريقه مختلفه. ايوه يا جارح. ايوه البرق اتوقع انه متكسر ما ادري ليه. الله يحميه. اوكي ايش صار؟ تحطم كيف؟ الحين جاء دور جارح ما هو بدينا ماي. واو حلقه واو. جارح خايف بعد ما تحط. المهم ماشي لا بس يلا. الجولة اللي بعدها جاب الأول جاب الثاني ثالث رابع. أوه يلا ضربات. كل هذه الضربات والبق ما انقسم يا جماعة. البق هذا بيبل يعني انقسم ولكنه لا ينقسم في النزال. هذا شكله بالغلط ينقسم حتى. فشكرا على المشاهدة وسلام عليكم. إن شاء الله تعجبكم بهذا وصلنا للختام. وترى عليكم مقطع اليوم حيكون اليوم ان شاء الله. ترى يا جماعه انا ما وعدتكم ولكني اوعدكم يعني ان شاء الله في مقطع ثاني. الفتره هذه قاعدين نتعب جدا في الصور. انا قاعد اتعب في الصور مصغره. فاكتبوا لي رايكم يعني في الكومنتات. ومع السلامه. هاي الصوره يعني ان شاء الله تكون فانتاستيك ان شاء الله.